اكتمال الأسماء. تندفع جياد الإنتاج عمر الثلاث سنوات التي لم تربح من علامة 1200 متر انطلاقة سريعة في هذا الشوط، مجير المرشح الأول في للفوز بهذا الشوط في المركز الثاني، فيما المرشح الثاني للفوز بهذا الشوط علي نجد في المركز الأول. يبدأ الانطلاقة، المرشح الثاني للفوز بهذا الشوط في المركز الأول يحاول التقدم، فيما مجير يحاول اللحاق، مجير بن عادل مع كامل يوسبينا، فيما المركز الثالث للمرشح الثالث للفوز بهذا الشوط باهل وشاح. التتابع في هذا الشوط، علي نجد ينطلق إلى المركز الأول، المنعطف الأخير إلى 400 متر الأخيرة، علي نجد يبدأ للمركز الأول يندفع للصدارة، ابن وثاب مع لويس موراليس، فيما مجير يحاول الدخول، كامل يوسبينا يضغط على المرشح الأول، المرشح الأول يصادق على الترشيحات، ينفرد للصدارة والمركز الأول من الظهور الأول. ما شاء الله تبارك الله، مجير بن عادل يسجل الفوز الأول في سجله السباقي بفارق 4 أطوال عن صاحب المركز الثاني حراف مجير لابن